أهلا بك. أنا بالفعل الأوضاع الميدانية هنا في قطاع غزة تحديدا في مدينة غزة والشمال تشهد قصيدا إسرائيليا وغارات إسرائيلية تواصلت منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. نتحدث عن استهداف للطائرات الحربية منزلا مكون من عدد من الطبقات لعائلة السبقة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قبل لحظات من الآن إلى 7 شهداء، من ضمن هؤلاء الشهداء 5 من الأطفال، إضافة إلى إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم عبر السيارات المدنية وسيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا كان هناك استهدافات إسرائيلية، كان آخرها استهداف منزل آخر في مدينة أو في منطقة اللبابيدي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هذا المنزل يعود لعائلة الخضري. أيضا كان هناك استهدافات إسرائيلية وقصف مدفعي مستمر في حي الزيتون في المناطق الجنوبية، وأيضا في حي تل الهوى غرب مدينة غزة ومنطقة سوق السيارات وشارع رقم 10 وشارع رقم 8 في هذا الحي، إضافة إلى القصف المدفعي في منطقة بيت لاهية شمالي القطاع وبيت حانون، حيث تم نقل عدد من الإصابات نتيجة سقوط بعض الشظايا من تلك القذائف المدفعية الإسرائيلية إلى مستشفيات الشمال في قطاع غزة وتحديدا مجمع الشفاء الطبي. أيضا إذا ما تحدثنا إلى الوضع الإنساني، وقبل أن نتحدث إلى الوضع الإنساني وفتنا قبل قليل في مجمع الشفاء الطبي بارتفاع عدد الشهداء الذين كانوا بانتظار دخول المساعدات الغذائية والإنسانية على دوار الكويت على شارع صلاح الدين إلى 9 شهداء وعشرات الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما تحاول الطواقم الطبية يعني إنقاذ بعض الحالات الخطرة التي وصلت المجمع. أيضا ربما استمعت نبيل قبل قليل، هذه أنا تواجد الآن في ميدان فلسطين الساحة، وقبل قليل استمرت أوقات المدفعية الإسرائيلية باستهداف المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون، وأيضا تخلل ذلك منذ فجر اليوم وساعات الصباح إطلاق كثيف وتحديدا في منطقة ما بين حي الزيتون أطراف حي الزيتون وأطراف حي تل الهوى وتحديدا المناطق التي تتركز بها الإسرائيلي. إذا ما انتقلنا نبيل إلى الوضع الإنساني هنا في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، الناس حقيقة اختفت العام رمضان عليها، لا تعرف ماذا تصحر ولا يعني تفطر. بعض يعني المواطنون حاولوا الحصول على نفس الخبيزة والحميض والسلق أيضا لتحويل بدل طبخة الملوخية التي كان يعتاد عليها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة في اليوم الأول والثاني من شهر رمضان. أيضا ننوه نستمع في المناطق الجنوبية الشرقية الحي الزيتون، تسمع في هذه الأثناء أو السلغاريت وتواصل إطلاق الرصاص في تلك المنطقة. على كل حال هنا سيء جدا في شمال قطاع غزة، والمساعدات التي تطلق هي مساعدات لا تكفي لعدد المواطنين الذين يتواجدون في شمال قطاع غزة. نتحدث عن 700,000 مواطن يسكنون في شمال القطاع. بعض من هؤلاء الذين رجعوا إلى سبيل المثال مخيم الشاطئ، مخيم جباليا للجيش الفلسطيني شمال، وكذلك الأحياء التي خرجت منها القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وانهاء عملياتها في تلك المنطقة. يتفاجأ المواطنون وفي موعد السحور وفي موعد ساعات الصباح والفطور يتم استهداف منازلهم على من فيها من السكان، وهذا أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى. نبيل من مدينة غزة، مراسل الغد تامر دلول، شكرا جزيلا لك.